فيلمنا بيبدأ مع بيكي وهي مع جوزها دان وهم بيتسلقوا الجبال وبيكونوا على ارتفاع عالي جدا ومكملين طلوع اكتر لحد ما يوصلوا لقمته، وبيبقى دان محترف جدا في التسلق ومتحمس انه يوصل للقمة عكس بيكي اللي بتكون رجلها هتفلت وهتقع لكن بتحاول تتماسك وبتفضل واقفة خايفة، وبيفضل دان يشجعها وبتبقى صاحبتهم هانتر بتشاركهم التسلق لحد ما دان بيوصل لمكان في الجبل بيكون فيه طائر وبيخرج فجأة في وشه فبيختل توازنه وبيقع من على الجبل وبيفضل متثبت بحبل ومش قادر انه يوصل لطرف الجبل عشان يمسك فيه تاني، وبيحاول انه يتمرجح بالحبل عشان يوصل لطرف الجبل قبل ما الحبل يفلت ويقع، لكن بيكون الوقت مش في صالحه وبيتخلق الحبل من المكان اللي متثبت فيه وبيقع دان من على الارتفاع العالي وبيموت قدام عيون مراته بيكي وصاحبتهم هانتر. وبعد مرور 51 اسبوع على وفاة دان بتكون بيكي حياتها متدمره تماما ومش قادره تعيش من غير جوزها، وبيحاول جيمس والدها انه يتصل بيها او يتواصل معاها باي شكل لكنها بتكون منعزله عن العالم ورافضه تكلم اي حد، واغلبيه وقتها مقضيها في الحانه وبتفضل تتصل برقم دان عشان تسمع صوته في الرساله المسجله وبتقول انها مفتقده جدا. واما بتخرج من الحانه بتلاقي ابوها مستنيها وبيقول لها انها لازم تفوق لنفسها وتعيش حياتها وان دان ما كانش الزوج المثالي عشان تحزن عليه كل المده دي، فبتقول ان دي اسوا طريقه الاب عشان يواسي بنته بيها، وبيفهمها انه بيحاول يفوقها من اللي هي فيه وان لو كان الموضوع معكوس وهي اللي ماتت ما كانش دان زمانه مدمر حياته وزيها كده، فبتسيبه وبتمشي من غير ما ترد عليه. واما بتوصل البيت بتتصل تاني بدان عشان تسمع صوته وبتلاقي ان الرقم اتفصل عن الخدمه، فبتنهار اكتر وبتقرر انها تنتحر، وقبل ما تاخد كل الحبوب اللي قدامها بتلاقي هانتر صاحبتها بتتصل بيها فبتتراجع عن قرار الانتحار وبترد عليها، وبيتقابلوا هما الاثنين تاني يوم وبتقول لها ان والدها اتصل بيها من فتره وقال لها على حاله بيكي المدمره وهي جايه لها دلوقتي ومعها عرض مش هيعجبها لكن تحاول تبقى منفتحه ليه، وبتوريها صور لبرج تلفزيوني وهو برج على بعد 6 ساعات من مكانهم وكانت ناويه تتسلقه في نهايه الاسبوع لكن ما حبتش تعمل كده لوحدها وعايزه بيكي معاها، وبتقول لها ان ده هيبقى احياء جميل لذكرى دان وكمان ممكن تاخد الرماد بتاع دان وترميه من فوق. وبعد تفكير كتير بتوافق بيكي انها تتسلق البرج مع هانتر، وبيروحوا فورا عليه ومعاهم معدات ورماد دان اللي هيترمي من فوق، وبيقفوا في مطعم قريب من البرج وبتكون بيكي عايزه تشحن موبايلها لانه هيفصل شحن، وبيسالوا الجرسون على مكان البرج التلفزيوني لانه مش موجود على الخريطه، فبتقول لهم ان البرج مش محتاج خريطه عشان يتشاف وبتشاور لهم على مكان ضوء بعيد، فبتستغرب بيكي ان البرج عليه ضوء مع انه مش شغال بقاله فتره، فبتفهمها هانتر ان الضوء اللي على قمته ده عشان الطيارات تاخد بالها منه وانه زمان البرج ده كان اطول برج في امريكا انما دلوقتي بقى مهجور وهيتهدم الشتاء الجاي، وبيقضوا اليوم في اقرب فندق عشان تاني يوم يبداوا التسلق وبيحضروا كل معداتهم، وبتبقى هانتر عندها قناه على اليوتيوب تنشر عليها كل فيديوهاتها وبتسجل لنفسها فيديو وهي بتقول ان مغامرتها الجايه هتبقى التسلق لاعلى البرج التلفزيوني مع بيكي صاحبتها، وطول البرج اكتر من 2000 قدم او حوالي 610 متر، وبتبقى هانتر مركزه في الموبايل ومش واخده بالها من العربيه النقل اللي جايه في الطريق، وبتقدر انها تقف على اخر لحظه قبل ما تحصل لها حادثه وعربيتها تتدمر، وبتكون دي شبه علامه انهم ما يكملوش مغامرتهم لكن بيكملوا طريقهم للبرج، وبيوصلوا لحد البوابه بتاعته وبتكون مقفوله بالقفل فبيضطروا انهم يكملوا الطريق ماشي لحد ما بيوصلوا للبرج، وبتصور هانتر البرج قبل ما تطلع عليه وبتقول انه رابع اطول برج في امريكا دلوقتي وفي سلم بارتفاع 1800 قدم جوه القفص الحديدي، وبعدها هيكون قدامهم سلم خارجي بطول 200 قدم للوصول للقمه، واما بتشوف بيكي البرج قدامها بتخاف انها تطلعه وبتحاول تتراجع عن قرارها لكن هانتر بتشجعها وبتقول لها انها قويه وهتقدر تطلعه وهي معاها ومش هتسيبها، وبيبداوا طلوع البرج وبيبقى ظاهر ان البرج مصدي بسبب انه قديم جدا وقابل للانهيار لكن دي حاجه هم مش بياخدوا بالهم منها، وبتمسك بيكي درجه من السلم وبتتكسر في ايدها وبتشوفها وهي بتقع بين حديد البرج، وبيبان ان في مسامير خاصه بالبرج مفكوكه ومصديه ومكسوره، وبيكملوا طلوع لحد ما بيوصلوا للاسلاك اللي مثبته البرج وده معناه انهم قطعوا نص المسافه في الطلوع ووصلوا لحوالي 1000 قدم وده نفس طول برج ايفل، وبيقفوا يرتاحوا شويه ويشربوا ميه من الشنطه اللي على ظهرهم وبعدها بيكملوا تسلق، وكل ما بيطلعوا اكتر كل ما الصدى بيزيد اكتر لحد ما بيخرجوا من القفص الحديدي وبيكونوا واقفين على منصه خارجيه على البرج وفوقيهم 200 قدم بس لقمه البرج، وبيستمروا لكن المره دي بيكون السلم من غير قفص حديد ومش بيبقى هيكل البرج نفسه حواليهم، وبتكون هانتر متحمسه جدا انها توصل للقمه بعكس بيكي اللي بتبقى مرعوبه وعايزه تنزل لكن صاحبتها مش بتسمح لها، وبيبقى في طبق هوائي متركب في نص السلم ولازم يطلعوا من خلاله عشان يكملوا للقمه، وبتحاول هانتر انها تهزر معاها فبتقول لها انه واضح على السلم انه مصدي وبتتحرك عليه جامد وما بتاخدش بالها ان بحركتها على السلم بتفك المسامير منه لدرجه انهم بيقعوا وبيكي بتسمع خبطه المسامير في حديد البرج، وبيوصلوا هما الاثنين اخيرا لاعلى نقطه ممكنه على البرج وبيبقوا على ارتفاع حوالي 2000 قدم من على سطح الارض، وبتتعلق هانتر في المنصه اللي هما واقفين عليها وبتمسك فيها بايد واحده عشان بيكي تصورها بالدرون اللي معاها، وهما بتطلع بتقنع بيكي انها تتعلق بايد واحده زيها كده عشان تتغلب على خوفها زي ما كانت بتعمل زمان، وبيتصوروا وبعدها بتطلع بيكي رماد جوزها دان وبتعيط وهي بتتكلم عنه انه كان دايما بيساعدها وجنبها في اي وقت بتحتاجه فيه ودلوقتي بقت لوحدها، وبترمي الرماد بتاعه في الهواء كنوع
من الوداع ليه، وبتبدأ بيكي تنزل من على البرج، وأول ما بتحط رجلها على السلم بيبدأ إنه يتهز جامد وبيتخلع من مكانه، وبتقع بيكي من عليه وبتكون مأمنة نفسها بحبل مربوط في هانتر اللي لسه ما نزلتش من مكانها، وبتقدر هانتر إنها تمسك في الحديدة اللي جنبها قبل ما تتسحب هي كمان ويقعوا هما الاتنين من على البرج، وبتحاول هانتر إنها تمسك بيكي بكل قوتها عشان ما تفلتش منها ولا تقع معاها، لحد ما بتقدر إنها تطلعها من تاني على المنصة اللي قاعدين عليها، وبيفكروا هما هينزلوا إزاي والسلم اتدمر تماما، وما بيلاقوش شبكة في موبايلاتهم لأنهم عاليين جدا لدرجة إن الموبايل مش لايق أي إرسال، وبيكون في صندوق صغير موجود في العمود في منظار ومسدس إشارة في طلقة واحدة بس، وبيكون ده سبيلهم الوحيد إن حد ياخد باله منهم. وقبل ما بيكي تترعب أكتر بتحاول هانتر تطمنها وبتقولها إن صوت خبط السلم في الأرض أكيد كان عالي جدا لدرجة إنه لفت انتباه أي حد، وزمان الشرطة في طريقها ليهم لإنقاذهم، وبيشوفوا الشنطة بتاعتهم اللي فيها المية متعلقة تحتهم على الهوائي عشان كانت مع بيكي ساعة ما كانت هتقع، وبيفضلوا قاعدين سوا على أمل إن يكون في حد جاي ينقذهم، وبتطلع بيكي الموبايل عشان تصور هانتر وهي بتقول إنهم محبوسين على ارتفاع 2000 قدم على برج ومفيش أي وسيلة للنزول منه، فبتسألها بيكي عن سبب حبها للتصوير وليه كل حاجة بتعملها بتنزلها على اليوتيوب، فبتجاوب هانتر إن السبب هو دان لأنه خلاها تحس إن الحياة قصيرة جدا وإنها لازم تسجل كل لحظة مهمة فيها، وبيعدي من الوقت 5 ساعات وما بيكونش فيه أي حركة حوالين البرج، وبيكونوا مراقبين أي حاجة بالمنظار اللي معاهم، وبتمسك هانتر موبايلها تاني عشان تتأكد إن مفيش إرسال، وبتفتكر إنها صورت صورة قبل ما تطلع على البرج ونشرتها على الإنستجرام، وبيجي لها فكرة إنها تكتب بوستات على الإنستجرام وتنزل الموبايل بالحبل اللي معاها لحد آخره، يمكن ساعتها يلقط شبكة وينتشر البوست وأي حد يجي ينقذهم من مكانها، وبيربطوا الموبايل في الحبل وبتنزله هانتر لأقصى درجة، لكن برضو مش بيفرق، فبتفكر بيكي إنهم لو رموا الموبايل وكانوا حامينه كويس ووصل للأرض بدون ما يتكسر ساعتها أكيد البوست هينتشر لأن في إشارة على الأرض، فبتحط بيكي الموبايل في الكوتش بتاع هانتر وبتأمنه كويس جدا وبيرموه من فوق البرج، وبيفضلوا فترة مستنيين أي حركة عند البرج لحد ما بياخدوا بالهم من راجل وكلبه ماشيين تحت البرج، وبيكون الراجل بيتكلم في التليفون وبيعدي الكلب جنب موبايل هانتر وهو متدمر ومكسور من الرمية، وبيفضلوا يصرخوا ويزعقوا يمكن الراجل يسمعهم لكن بدون أمل، حتى بعد ما بيرموا عليه كوتشي يمكن يسمع صوت الخبط لكنه بيبقى مركز في مكالمته، وبيروح ناحية مركبة مركونة بعيد، فبتقترح هانتر إنهم يستنوا لحد ما الشمس تغيب وساعتها يضربوا الشعلة اللي معاهم عشان يشوفها الراجل وينقذهم، وبيفضلوا قاعدين مستنين الشمس تغيب، وبتكون بيكي بتتفرج على فرحها مع دان وبتاخد بالها لأول مرة إن هانتر ما كانتش مبسوطة وهي بصلهم في الفرح ونظراتها كانت غريبة بالنسبة لدان، وبتقطع هانتر تفكيرها وبتقولها إن الراجل بدأ يمشي ولازم يضربوا الشعلة حالا، وبتحاول بيكي إنها تضربها لكن المسدس بيعلق ومش بيرضى يضرب الشعلة، وبيكون الراجل خلاص هيركب عربيته ويمشي لحد ما الشعلة بتنور السماء وساعتها بتتشاف فعلا من الراجل وبيركب عربيته عشان يتحرك ناحيتهم، وبيوصل الراجل للبوابة اللي سابوا عربية هانتر عندها وبيركن هو وزميله عربيتهم، وبينزلوا يسرقوا عربية هانتر نفسها وبيسيبهم وبيمشوا، وبتكون هانتر وبيكي بيصرخوا لأن فرصة نجاتهم راحت منهم نهائي ومفيش أمل إن حد ينقذهم بعد ما استخدموا طلقة الشعلة الوحيدة اللي معاهم، وبيفضلوا قاعدين ومن التعب بيروحوا في النوم، وبتكون هانتر على وشك الوقوع من على البرج لولا إن بيكي بتصحيها في آخر لحظة، وبتاخد بيكي بالها إن هانتر عاملة وشم برقم 143، وساعتها بتفهم إن كان في علاقة بين دان وهانتر وبتصرحها عشان تتأكد من شعورها، وبتقولها إن دان جوزها ما كانش بيقدر يقول إنه بيحبها فكان دايما بيقولها الرقم اللي هي وشمها عليها، فبتسكت هانتر وبتتأسف لها على اللي عملته لأنه كان غصب عنهم، وبتعترف لها إن كان في علاقة بينهم قبل موته ب4 شهور وما قدرتش إنها تعترف لها باللي حصل، وبتفضل تتأسف لها لحد ما بيفضلوا هما الاتنين ساكتين وبتطلع الشمس عليهم، وبتكون بيكي استسلمت لفكرة إن مفيش حد هينقذهم من البرج وإن مفيش حد اتصرف من البوست اللي انتشر أو ما انتشرش أصلا والموبايل متكسر تحت، ده غير إنها مش هترمي موبايلها المرة دي لأن مفيش حاجة يلفوا بيها الموبايل عشان يمنعوه من الكسر، وبتفكر هانتر إنها تحاول توصل للشنطة بتاعتهم المتعلقة على الهوائي لأن فيها المية والدرون بتوعهم وبيبقى مفيش سبيل قدامهم غيره، وقبل ما تنزل هانتر بالحبل بتتأسف لبيكي على اللي عملته عشان مش ضامنة إنها تقدر ترجع تاني، وبتنزل بالراحة لآخر الحبل وبيكون بينها وبين الشنطة مسافة قليلة لكن الحبل بيخلص، فبتضطر إنها تخلع الحبل من حزامها وتنط على الهوائي اللي قدامها، وبتنجح في الوصول للشنطة وبتحاول إنها توصل للحبل من تاني لكن بيبقى بعيد عنها، فبتحاول إنها تستخدم العصاية السيلفي وتعلق الشنطة في عقدة الحبل وبالتالي تتقل وزنه وتخليه يتحرك ناحيتها وما يبقاش سهل للهواء إنه يبعده عنها، وبتنجح في الوصول للحبل وبتبدأ إنها تطلع من تاني لبيكي، وبتكون بيكي بتساعدها وبتشد الحبل لفوق عشان تسرع طلوع هانتر، وقبل ما توصل هانتر للقمة إيدها بتفلت وبتقع، وساعتها بيكي بتتصدم ومش بتكون قادرة تبص على هانتر لأنها خايفة تكون وقعت وماتت زي دان، لكن بتستجمع قوتها وبتبص على هانتر بتلاقيها قاعدة على الشنطة بعد ما مسكت فيها على آخر لحظة، وبتقول لبيكي إنها كويسة لكن إيدها اتأذت جامد ومش هتقدر تطلع لها ولازم هي اللي تسحبها، وبتبدأ بيكي إنها تسحب هانتر بالحبل لحد ما بتطلعها وبتشرب بيكي شوية مية، وبعدها بتكتب رسالة استغاثة وبتعلقها في الدرون
بتحاول تطيرها لغاية الفندق اللي كانوا فيه عشان حد يجي يساعدهم. وبعد ما الدرون بتبعد عنهم بيلاقوا ان البطارية بتاعتها قربت تخلص وممكن تقع في اي لحظة، فبيرجعوها ليهم من تاني قبل ما تتدمر هي كمان. وبيفضلوا قاعدين لحد ما تاني ليل بيجي عليهم، وبتغمض بيكي عينيها غصب عنها من كتر التعب. وهم بتصحى بتلاقي ان هانتر مش جنبها واختفت، وبتتجنن بيكي وبتفضل تدور عليها وتنادي اسمها، وبتبقى مرعوبة من فكرة ان صاحبتها نامت ووقعت من على البرج، لحد ما بتلاقيها ميتة وراها والطير بياكل من جسمها. وساعتها بتقوم مفزوعة من النوم وبتبقى صاحية من كابوس، وبتبص لفوق الحديدة بتلاقي لمبة التحذير بتنور وتطفي. وساعتها بيجي لها فكرة انهم يستخدموا الكهرباء الخاصة باللمبة لشحن الدرون، وبيستنوا الشمس تطلع عشان يقدروا يشوفوا كويس. وبتطلع بيكي ومعاها الدرون والشحن بتاعها لحد اللمبة، وبتدخلها من مكانها وبتحط الشحن مكان اللمبة عشان توصل بيه الكهرباء. وبيكون سن الشحن قصير فبتستخدم دبل الدان كتوصيلة للكهرباء، وبتنجح في تشغيل الشاحن. وبتفضل بيكي متعلقة في الحديدة لحد ما بتلاقي نسر كبير بيهاجمها بسبب ريحة الدم اللي في رجليها، وبتقع منها الشنطة بتاعتها وما بتحاولش هانتر انها تمسكها حتى، وبتحاول تقاوم على قد ما تقدر لحد ما الطيارة تتشحن. وبتنزل ساعتها وبترتاح شوية وبتسأل هانتر هي ليه ما حاولتش تمسك الشنطة، فبتتهرب هانتر من الإجابة وما بتجاوبش على سؤالها. وبعدها بتشغل بيكي الدرون وبتطيره ناحية الفندق القريب منهم، وقبل ما توصل الطيارة للفندق بتظهر عربية نقل وبتخبط الدرون وبيترمي في نص الطريق بدون ما حد يهتم انه يشوفه حتى، وبتبقى بيكي فقدت الأمل خلاص انه يتم إنقاذها. وبتفضل هانتر هادية بطريقة غير عادية، وبتفكر بيكي انها ترمي الموبايل بتاعها زي ما عملوا في الموبايل بتاع هانتر ويحطوه في الكوتشي يمكن ما يتكسرش. وبتطلب بيكي من صاحبتها انها تديها فردة الكوتشي اللي لابساها، لكن هانتر بتقول لها انها مش هتقدر تديها حاجة لان فردة الكوتشي مش موجودة ولا هي كمان موجودة، لانها ميتة تحت وحاليا هي عبارة عن جزء من خيالها بس، لان جسمها الحقيقي وقع تحت على الهوائي لانها ما قدرتش تمسك الشنطة ما فلتت من الحبل ووقعت على الهوائي وماتت، وانها بقت لوحدها خلاص. وبتتصدم بيكي وبتفضل تعيط لحد ما بتهدى شوية، وبتسجل فيديو لنفسها وهي بتأسف لوالدها جيمس على عملته معاه وطريقة معاملته ليه كمان، وانها بتتمنى لو تشوفه. وبتفضل قاعدة على البرج بدون ما تتحرك لحد ما النسر بيقف جنبها عشان ريحة الدم اللي في رجليها، فبتمسكه بيكي وبتفضل تضرب راسه في الحديد لحد ما بتموته. وبتبقى عارفة انها لازم تاكل اي حاجة والا هتموت، فبتاكل لحم ني تستعيد جزء من طاقتها، وبتقرر انها تنزل لجثة هانتر، وبتبعت رسالة للشرطة وبتدخل موبايلها جوه فردة الكوتشي، وبعدها بتدخله كله جوه جسم هانتر نفسه بعد ما النسور كلت جزء منه، وبترمي هانتر من فوق البرج عشان تنزل على الارض وموبايلها ما يتكسرش وبالتالي الرساله توصل. وبتفضل قاعده على البرج مستنيه النجده او الموت. وبيجي والدها اخيرا على مكان البرج وبتكون الشرطه موجوده هناك وطياره الشرطه على استعداد لانقاذها. وما بيوصل جيمس المكان بيلاقي ان في كيس جثث قدامه، فبيترعب ليكون جواه بنته، لكن بنته بتناديله وبيعرف انها عايشه وانه تم انقاذها، وبتقول انها بتحبه وبتتاسف له على كل اللي عملته معاه. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه كريم طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هاكونا ماتاتا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.